ننتقل معاكم لموضوع آخر والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بقى بيقدم حلول كتير جدا وتنبؤات الحقيقة في معظم المجالات، وفي خبر بيقول إنه في فريق من علماء تقنيات الذكاء الاصطناعي قدروا إنهم يحللوا البيانات والمعلومات الخاصة بحركة الأمواج في البحار والمحيطات على مدار 7 قرون. من خلال الذكاء الاصطناعي قدروا يوصلوا العلماء لمعادلة من خلالها يستطيعوا التنبؤ بفرص حدوث هذه الأمواج وشدتها، وده طبعا هيكون له تأثير إيجابي في سلامة الملاحة البحرية بشكل كبير. يعني خلينا أقول إن إحنا معلوماتنا عن الموضوع ده كانت المد والجزر، الحركة المرتبطة بشكل القمر في السماء وعلاقته بتأثيره على حركة الأمواج. خلينا نعرف الذكاء الاصطناعي عرف إيه أو استنتج إيه، وإزاي إحنا هنحمي السفن الكبيرة من الأمواج اللي ممكن تعصف بيها، وزي ما شفنا يعني حالات غرق كتير لمراكب كبيرة. دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية، أهلا بحضرتك يا فندم عبر تطبيق زوم. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. إزاي الذكاء الاصطناعي قدر يفك شفرة الأمواج العملاقة في البحار والمحيطات؟ عمل إيه يعني اكتشفته إيه تحديدا يا فندم؟ طيب، وانا عشان ابدا وادي لكل المشاهدين رؤيه على الموضوع ده يعني بشكل بسيط كده يعني يوصل للجميع، لازم الاول ابدا واقول ان طيب الذكاء الصناعي النهارده الشكل الجديد بتاعه اللي بقى موجود وقوته الرهيبه وسطوته ودخوله في كل المجالات ده كان اسبابه ايه؟ كان اسبابه اساسا ان اولا في قوه حوسبيه هائله بقت موجوده على سطح الارض. زمان كانت أجهزة الكمبيوتر إمكانياتها محدودة، في 10-15 سنة اللي فاتوا بقت إمكانيات الجزء من أول تكنولوجيات الكلاود ما طلعت، وبعدين بعد تكنولوجيات الكلاود طلعت الهاي بيرفورمانس كومبيوتينج يونت أو وحدات الحوسبة فائقة القدرة زي ما نقدر نترجمها، بقى عندي قدرات حوسبية هائلة جدا يجب أن توظف بشكل يدي قوة للبحث العلمي وللإنسانية بصفة عامة في كل المجالات، زراعية، طبية، هندسية، تنبؤات أرصاد بيئية، كل ده. وأبلغ ده طبعا الأجزاء اللي كانت في التطبيقات اللي هي تمس حياة الإنسان مباشرة زي الطب وزي التنبؤ بالمخاطر والزلازل والبراكين والأمواج العاتية، اللي هو الموضوع اللي حضراتكم تفضلتوا عليه. النهارده الانسان الطبيعي العادي عشان يبقى ذكي ويقدر نقول ان هو هيبدا يفكر ويبقى عنده نوع من الذكاء، وبيبقى كل مدخلاته جايه من حواسه ابصاره، سمعه، شمه، تذوقه، كل ده بيدخل على المخ، والمخ بيبدا يتعامل معاه ويستنبط منه ويحلله ويعمل ردود افعال عليه ويتفاعل بناء عليه. فالمخ بيتعلم من المداخل دي كلها، ودي الحواس بتاعته كلها، وده اللي بقى موجود في المواد عندنا بتاعه الذكاء الاصطناعي او فيما يناظر هذا في الذكاء الاصطناعي، اسمه الماشين ليرنينج او تعلم الاله. تعلم الاله يعني الاله بتبدا تتدرب على بيانات كتيره قوي هي قادره تقيسها من خلال حواس. الحواس دي زي حواسنا احنا بشر كده، زي ما مخنا بيقعد يتدرب ويتعلم طول ما احنا عايشين بحواسه وتامله وسمعه، كل طرق التعلم اللي احنا بنتعلم بيها كل يوم هي قايمه على كده، ان احنا بنسمع ونشوف ونتامل حوالينا ونشوف ما يحيطنا في البيئة المحيطة اللي احنا بنعيش فيها، وانا تفاعل وانا ابتكر بناء عليه. فانا عشان اعلم الآلة دي لازم الاول تحس، وده اللي عملوه الخبراء والعلماء في الجزء اللي خاص حضراتكم تفضلتوا بيه النهارده، انهم بدأوا حطوا 158 محطة راست على السواحل في المحيطات، كان الهدف منها يقيسوا الامواج دي وضعها ايه وحركتها ايه وشكلها ايه، وربطوا ده مع صور الأقمار الصناعية، وربطوا ده مع ما يسمى الميكروفونات المائية اللي محطوطة تحت اللي برضه بتجيب صوت الحركات التكتونية اللي موجودة من المية، وحطوا كل ده ببيانات ضخمة حضرتك في مليار قياس بس جه لعدد للموجات بس بدون الأقمار الصناعية، ده في مجال البحث اللي حضراتكم بتذكروه النهاردة، مليار قياس للموجات ومعاهم صور أقمار صناعية ومعاهم صوت التحليلات للموجات التكتونية اللي جاية من المية. كل ده دخلناه على آلة وحطينا لها كمان جنب ده في الفترات دي
ايه اللي حصل والقياسات اللي كانت قبل الكوارث اللي حصلت من الموجات العاتية، اللي منها موجات وصلت ارتفاعها ل 26 متر، ودي كارثية طبعا. دي بتدمر محطات زي ما حصل في كاليفورنيا، شالت محطة بترول مائية كاملة، وبتدمر سفن، وبتدمر وبتدمر. والناس كانت قادرة تصرف على البحث ده، لأن في اللحظة الواحدة بيبقى فيه في البحار المحيطات ما يقرب من 50,000 سفينة بتجوب في أي وقت حضرتك حبيت تشوف العدد اللي موجود حاليا إيه. فده عايز حماية العدد الضخم ده كله. البحث ده لما بدأوا يدربوا الآلات دي كلها عشان يشوفوا قولوا لنا بقى إمتى بيحصل إيه، وقياسات كانت تسبق كل موجة عادية، لأن الكلام القديم في التحاليل كان بيقول يا جماعة ده لما في موجتين كبار يحصل لهم تصادم بيعملوا فجوة فيولدوا موجة عظيمة من الموجات الهائلة المدمرة دي، والنظرية دي كلها كانت مدحوضة لأن ما حصلش بناء عليها أي استنباط أو استشعار مسبق لأي كارثة من الكوارث اللي حصلت دلوقتي. فالذكاء الاصطناعي هيبدأ يدرب ده كله بقدراته الحوسبية، لأن قدراته أسرع بملايين المرات، أو ملايين إيه، ملايين كلمة صغيرة، بمليارات المرات عن سرعات المخ البشري. وهو ده تفوقه عن المخ البشري، هو قدرته على التعامل بسرعات ضخمة جدا جدا، وقدرته على التعامل المتزامن. المخ البشري بيعرف يشتغل في موضوع واحد، التاني بيقدر يشتغل في ملايين المواضيع بالتوازي، ويقدر في نفس الوقت يكون عنده سرعات أعلى بكتير قوي من المخ البشري، وبالتالي يقدر يتعامل مع كم هائل من البيانات ده ويدربه ويجيب العلاقات اللي موجودة ما بينه، فيقدر يقول لي خلي بالك دي الحاجات اللي بتسبق الموجة العاتية دي، فأقدر أحذر قبلها. طيب. إنه دكتور هيحصل أسامة اسمح لي وعذرا للمقاطعة، يبقى عنده قدرة على التنبؤ بالكوارث فيما يخص الموجات العاتية بتاعت البحر. نعم. طيب دكتور أسامة، خليني يعني أنا كشخص عادي ممكن ما يكونش عندي خلفية كبيرة عن الذكاء الاصطناعي وكيفية عمل الذكاء الاصطناعي، ممكن حد يفكر إنه طيب ايه الجديد اللي ممكن يقوم به الذكاء الاصطناعي؟ بالفعل هيئات الارصاد الجويه المختلفه وكل يمكن خلينا نقول المنظمات الكبيره اللي بتعمل وتهتم بالارصاد الجويه والظواهر الطبيعيه وما الى ذلك بتقدر تحدد انه مثلا هيكون في ارتفاع في الامواج، هيكون في مد وجزر، يعني عندها خلفيه حتى او تحليل لحالات البحار. ايه الفرق؟ هل مثلا تبقى المده اطول مثلا؟ ايه الاختلاف؟ طيب سؤال حضرتك في منتهى الذكاء يا استاذ جمانة، لان حضرتك بتقولي التنبؤ، خلينا نعيد صياغته كده، التنبؤ الخاص بالارصاد اللي كان قايم على التحليل الرياضي بالنص كده يعني، تمام؟ لان القديم كله قايم على التحليل الرياضي. التحليل الرياضي عنده كفاءه عاليه جدا ويقدر يصيغ بشكل كويس قوي، لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انا زمان عشان اشتغل بالتحليل الرياضي العادي لو انا كنت بستخدم 100 قراءه فاجهزه الكمبيوتر عشان تعمل تحليل ال 100 قراءه دول كان بتاخد زمن كبير قوي عشان تقدر تعمل لهم مقارنه بالشكل الرياضي اللي كان موجود كمعادلات رياضيه اللي احنا تعودنا عليها. الذكاء الاصطناعي جه اهدر الشكل الطبيعي بتاع المعادلات الرياضيه دي كلها، وقال انا ما يهمنيش المعادلات الرياضيه دي، هو بيتعامل مع شكل جديد زي مناظر للمخ البشري بالظبط، بيسموه البلاك بوكسنج او الصندوق الاسود. مش مهم جوه الصندوق فيه ايه، مش مهم المعادله اللي جوه اللي احنا كنا مرتبطين بيها زمان وتبقى فيها كم مضروب في اكس وكم مضروب في واي والقصص بتاعه زمان دي كلها، لا مش مهم عندي. هو مخ حضرتك البشري دلوقتي يا استاذ جمانه او استاذ مصطفى وحضراتكم معايا، هل حضراتكم لما بتعملوا اي عمليه رياضيه او اي عمليه يوميه بانكم بتستشعروا ان والله ده فلان ده شكله هيضرب فلان، فلان ده شكله هيجري دلوقتي، الحاجه دي شكلها هتقع دلوقتي، هل حضراتكم بتبقوا وصلتوا لشكل معادله رياضيه جوه المخ؟ الكلام ده ما حصلش. لكن هو بيسمى بلاك بوكسنج. هل حضراتكم وانتم صغيرين لما اتعلمتوا المشي او ركوب الدراجات في السن الصغير، هل حضراتكم حطيتوا معادله رياضيه تقول ضغطه الرجل اليمين على الدواسه قد ايه، وزنها قد ايه، بقوه قد ايه، وضغطه الرجل الشمال قد ايه، وميل الكتف كام درجه؟ ما حصلش. لكن انتوا وصلتوا للتدريب ده وعرفتوا تركبوا ده ومخكم خزن الاوزان دي، ولو قعدتوا 10 سنين ما تركبوش ورجعتوا هتركبوا تاني بكل يسر، وهتمشوا كل يوم وانتوا صاحيين من النوم من غير ما تتدربوا تاني، لان المخ البشري ما بيشتغلش بشكل التوصيف الرياضي. صحيح. هو صحيح. بيشتغل بان هو بيمرن. صحيح. لحد ما يوصل لتطابق ما بين اللي بيحصل وما بين استنباطاته فيما يسمى تعلم الاله او المشين ليرنينج، وساعات بنتخطى هذا
للشبكات العصبية أو العميقة أو بنسميها الديب ليرنينج أو التعلم العميق. والماشين ليرنينج ده هو فعلا بالفعل قدر إن هو التعلم ده زي اللي بيحصل في مخ الإنسان تماما. صحيح. هو الذكاء الاصطناعي هو اسمه اصطناعي لأن هو بيقلد الطبيعي اللي عند البشر. صحيح. وهو فعلا قدر الشكل ده بيدي قوة شديدة. أيوة. للتعامل مش بيانات بقى ال 100 متغير ولا ال 200 متغير المحدودين، لا أنا ممكن أتعامل مع مليون. صحيح. صحيح. على أي حال يعني هو يعني زي ما حضرتك قلت كده هو فعلا قدر يعمل حاجة احنا يعني ما كناش نتخيل ان هي في يوم من الايام ممكن تحصل. احنا دايما كان عندنا يعني المعادلات الرياضية كده زي ما حضرتك قلت او زي ما جوانا قالت في سؤالها، لكن ان هو يضع كل هذه الاشياء في الاعتبار هو ده اللي حصل. شكرا ليك يا دكتور اسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية، شكرا جزيلا لحضرتك.